بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موعدنا مع مراجعة رواية 24 ساعة من حياة امرأة. الرواية للكاتب النمساوي ستيفن سفايك، هو كاتب نمساوي من أصل يهودي، والكاتب ده ليه العديد من المؤلفات، ودي مش أول مرة نراجع ليه رواية. قبل كده راجعنا رواية لاعب الشطرنج، والنهاردة إن شاء الله بصدد مراجعة روايته 24 ساعة من حياة امرأة. الرواية دي اتنشرت بعد وفاته، أو بالأحرى بعد انتحاره. إحنا طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت في رواية لاعب الشطرنج، اللي هسيب لحضراتكم رابط الفيديو بتاعها في الديسكريبشن اللي عايز يسمع المراجعة بتاعتها. قلنا قبل كده إن الكاتب ده أقدم على الانتحار بعد أن استنفذ كل قواه، لأن هو كان يعني كاتب مرهف الحس إلى حد كبير، فتوفى بعد ما كتب رسالة بيشكر فيها دولة الأرجنتين، الدولة المضيفة ليه على حسن ضيافتها، وبيعبر عن حزنه العميق على ما يحدث في وطنه أوروبا، فهو يعتبر أوروبا كلها وطنا له بعد اللي حصل، إبان الحرب العالمية الثانية ودخول هتلر لوطنه النمسا. فهو بيعبر عن أسفه الشديد وحزنه على أوروبا التي تهدم نفسها بنفسها، على حد تعبيره في الرسالة، وبيعبر عن نفاس صبره من الاستمرار في هذا العالم الذي أصبح ليلا مظلما، وبيودع وبيحيي أصدقائه. فقال بالنص: أحيي كل أصدقائي راجيا أن يدركوا الفجر بعد ليل مظلم طويل، أما أنا فقد عيل صبري لذلك أرحل قبلهم. ستيفن سفايك، 22 فبراير 1942، تاني يوم ما كانش موجود على وجه الأرض، كان قد رحل إلى الأبد. قبل ما نبتدي مراجعة روايتنا، ما انساش أفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وعمل اللايك. معلش أنا بتقل عليكم كتير، لكن ده موضوع ده مهم جدا لاستمرارية العمل في القناة. فاللي ما اشتركش يا ريت ينزل يشترك دلوقتي ويعمل لايك، وان شاء الله تعجبه المراجعه. يلا بينا. الكاتب بيبدا روايته في فندق او نزل صغير ملحق بفندق كبير، على طاوله قاعد عليها بعض الافراد، 7 افراد تحديدا، 7 تعرفوا على بعض في الفندق، وكان دايما بيتقابلوا على مواعيد الغداء او العشاء، وبيدور بينهم دائما حوارات، هي حوارات روتينية. الأشخاص دول عشان نتعرف عليهم، هم شخصية الراوي اللي بتدور على لسانه أحداث الرواية، وفي زوجان ألمانيان وزوجان إيطاليان، وفي شخص دنماركي يصفه الكاتب بأنه شخص سمين يهوى الصيد، وفي سيدة إنجليزية عجوز حوالي 67 سنة ذات مظهر أنيق راقية في تصرفاتها، ويبدو عليها أنها مثقفة حيث أنها كثيرة القراءة كثيرة الإنزواء، يعني ما بتحبش تقعد كتير مع باقي الأفراد. الحديث بين السبعة دول على موضوع حصل حديثا في الفندق، وكان ليه أثر قوي إن النقاش يكون بينهم بالشكل الغير معتاد أو بالشكل الروتيني، وكان فيه نقاش أكثر حدة. عشان نعرف الموضوع اللي إحنا اللي هما كانوا بيتكلموا فيه باختصار، إن هو كان في نزيل جه في الفندق، نزيل فرنسي شاب يحمل من الوسامة الكثير. الشاب ده بأسلوبه الرائع قدر إن هو يخطف اهتمام أغلب نزلاء النزل أو الفندق الصغير ده،
اللي كان ما بينهم شخصية تانية اللي هي صاحب مصنع ثري ومعاه زوجته اللي هي كان اسمها في الرواية هنريت، واثنين من بناته، واحدة 12 سنة وواحدة 16 سنة. الشاب ده يعني كان مهذب جدا لدرجة إن الكل تقريبا حبه، وكان بيلاعب مثلا البنات الصغيرين ويتكلم مع أفراد الفندق أو أفراد يعني نزلاء الفندق بكل ود. وحدثت المفاجأة إن صبيحة أحد الأيام اختفت زوجة هذا الرجل الثري اللي هو صاحب المصنع. قعد يبحث عنها في كل مكان وبلغ الشرطة وما لقولهاش أثر. وكل أفراد النزل ده السبعة كانوا بيدوروا معاهم على السيدة المختفية. السيدة هنريت اللي هي زوجة الرجل الثري ده كانت في حدود 30 سنة، يعني تجاوزت 30 ببضع سنوات. واتضح في الآخر أنها تركت رسالة في حواها أنها هربت مع هذا الشاب. وهنا ابتدى النقاش الحاد بين الأفراد السبعة اللي احنا تعرفنا عليهم من شوية، وحول الأسباب التي جعلت هذه السيدة تهرب بهذا الشكل وتخلف وراءها المزيد من الخزي والعار لبناتها وزوجها، والوضع اللي هو مش مظبوط اللي حصل ده. احتدم النقاش بين أفراد الطاولة اللي هم السبعة، والراوي كان واخد موقف الدفاع عن هذه السيدة. الراوي في إحدى يعني كلماته اللي اعتبرها ممكن اقتباس يعبر عن شخصيته وقناعاته، كان بيقول: امرأة تتبع غريزتها بحرية وشغف أشرف من تلك التي تختار كما جرت العادة أن تخون زوجها عبر إغماض عينيها وهي بين أحضانه. ده العبارة دي تعبر عن وجهة نظر الراوي اللي عندنا في الرواية بتاعتنا. فهو يرى إنها عبرت عن مشاعرها بكل صدق وجراءة، وده أشرف بكتير من إن هي تعيش مع زوجها حياة تضمر داخلها عدم الحب لجوزها، لكن عايشة معاه وخلاص. دي من وجهة نظر الراوي. وابتدى النقاش يحتد بينه، وخصوصا بين الزوجان، سواء الزوجين الإيطاليين أو الزوجين الألمانيين، وكأن كل واحد فيهم يتخيل أن زوجته ممكن أن تفعل هذا. فهم كانوا يهاجمون هذه السيدة هنريت اللي هربت مع الشاب الفرنساوي، وصاحبنا الراوي ده كان بيدافع عنها وبيقول أكيد في ظروف دفعتها أن تفعل هذا. اتدخلت في الحوار السيدة الإنجليزية العجوز اللي هي رصينة وتتميز باللباقة، هدت الوضع وأرجعت الوضع إلى ما كان يجب عليه من الهدوء. ولفت انتباهها وجهة النظر اللي قالها الراوي، وابتدى اهتمامها يزيد بالراوي دي ووجهات نظره والأطروحة بتاعته ودفاعه عن هذه السيدة. تعمل ايه بقى الإنجليزية؟ الإنجليزية يعني كان دايما السيدة الإنجليزية تحاول أن تثير النقاش مع الراوي لتتعرف على وجهة نظره، وكأن في داخلها شيء تريد أن تقوله. وفي أحد الجولات أو الحوارات بينها وبين الراوي، عرفت منه إن هو سوف يغادر الفندق في اليوم التالي، فقررت
ساعتها اضطرت ان هي تقول له انا في حاجة عايزة اقولها لك، بس مش هقدر اقولها لك دلوقتي، هسيب لك ورقة او هسيب لك رسالة عشان تعرف انا عايزة ايه. لما راح غرفته، طبعا هو في كان قمة الاندهاش، طب السيدة عايزة ايه مني، مش عارف ايه. لما رجع اوضته لقى ان الرسالة مكتوب فيها ان انا احتاج ان اتحدث اليك بصدق في حاجة حصل، يعني حدثت معها في 24 ساعة تحديدا من حياتها، ولو انت وافقت فياريت تقابلني في غرفتي الساعة 7. طبعا هو كان وكمان هي نوهت ان موضوع ان هو يقابلك في غرفتها لا يمثل اي غضاضة، فهي سيدة عجوز بالفعل، فما فيش اي شبهة هتكون في كده. واللي لفت انتباهي ان الكاتب هنا بيلتزم ببعض العادات والتقاليد اللي هي انا حاليا بشوفها مش موجودة في المجتمع الغربي. يمكن كان في اوائل العشرينيات كانت العادات دي مهمة، لكن الله أعلم، بس هو ده المذكور في الرواية. يذهب الراوي إلى غرفة السيدة فتستضيفه وتجلسه، وتبدأ وهي مترددة أن تحكي له عن قصة 24 ساعة في حياتها. يعني أنا طبعا مش هحرق الرواية، بس هقول لكم نبذة صغيرة عن الجزئية دي. فهي السيدة دي من عائلة اسكتلندية ثرية، عندهم الكثير من الضياع. تزوجت وهي في سن 18 سنة زواج عائلي تقليدي من شاب ذات صيت ومن عائلة برضو معروفة. عاشوا حياة رغدة، فهو لدرجة ان هم كان بيقول ان هو كان بيقعدوا 3 شهور في الضيعة بتاعتهم، و3 شهور في مدينة لندن، وبعد كده 3 شهور وبعد كده 6 شهور بيلفوا العالم كله بيتفسحوا. فكان بينهم في اندماج وفي توافق وفي حب إلى حد كبير. لكن اللي حصل بقى إن مات زوجها وهي في 40 بمرض الكبد، حيث أنه نال هذا المرض أثناء جولاته في البلاد الاستوائية أثناء عمله. فمات الزوج المهم وهي في سن 40. شعرت هي عندها دلوقتي، كان عندها طفلان، أصبح طبعا الآن شابان كبيران. طبعا هي شعرت بوحدة رهيبة، والكاتب هنا بيصف الشعور بالوحدة والفراغ والخواء الداخلي بعد فقدان شخص غالي. فأصبحت تسافر كثيرا هربا من هذه المشاعر ومن وحدتها وحزنها. تحدث بإسهاب عن إن هي كانت بتسافر وتشوف الأماكن اللي هم كانوا بيروحوها مع بعض، وكانت متأثرة بذلك جدا. تحدث أنها حتى ذهبت إلى صالة لعب القمار التي كان أحيانا يذهب إليها زوجها لتستعيد الذكريات وتستعيد كيف أنه علمها أن تنظر بنظرة مختلفة إلى لعيب القمار، فهي لا تنظر إلى وجوههم، تنظر إلى أيديهم وحركاتها أثناء اللعب. وهنا الكاتب بيتحدث بإسهاب عن المشاعر المختلفة التي تنتاب لاعبي القمار أو الروليت، وإزاي إن منظر إيدين كل لاعب بتوحي بشخصيته. ففي حد بيكون حركاته عصبية تدل على التهور، في حد بيبقى حركاته قوية بتدل على الجراءة، في حد بيبقى مستهتر، في حد تتحرك يده بشكل تدل على أنه ماكر. فهي أتقنت هذه الأشياء وهذه الملاحظات الدقيقة. وهنا الكاتب يتحدث بإسهاب رهيب عن مشاعر اللاعبين وعما يعتريهم من نوبات مختلفة، ما بين الفرح وما بين الانتشاء وما بين الترقب وما بين القلق وما بين الحزن. هذه المشاعر الكاتب محترف في نقلها ووصفها. تبدأ السيدة الإنجليزية في ملاحظة يد من ضمن الأيدي الكثيرة، يد للاعب أو يدين للاعب،
وهم يتحركان بشكل تعبيري شديد. شافت فيهم الشخصية وما ينتابها من ترقب وقلق وتوتر، ثم انتشاء وانتصار في حالة الفوز، ثم يعود التوتر مرة أخرى. لمحت الأيدي ولفت انتباهها بشدة، فرفعت عينيها إلى أعلى لترى هذا الشاب الذي استغرقها ولفت انتباهها بشدة. وهنا تبدأ حكاية هذه السيدة الأربعينية مع هذا الشاب العشريني، لتروي لنا أو لتروي للراوي بقى تفاصيل كتيرة عن 24 ساعة في حياتها. مش هحرق الرواية ومش هقول لكم كان فيها ايه علشان تقروها انتم بنفسكم. اما بقى عن رأيي في الرواية، انا قريت قبل كده رواية لاعب الشطرنج لنفس الكاتب، والنهاردة رواية 24 ساعة من حياة امرأة. الروايتين مشتركين بان هما بيدوروا حوالين الهوس بشيء معين. في الرواية السابقة كان الهوس بلعبة الشطرنج الذي أجبر على لعبه البطل أثناء فترة اعتقاله، وفي روايتنا النهاردة الهوس بلعبة القمار لما تحمله من مساوئ عدة. فهو بيناقش إن موضوع الهوس ده موضوع مؤذي جدا، وفيها يعني نصيحة لأي حد إن هو لا يدمن الأشياء الضارة التي بهذا الشكل الذي أو التي تستحوذ عليه في النهاية وتسبب له تدميرا شديدا. واضح إن الكاتب ما بيركزش على الأسماء مطلقا. ففي الرواية النهاردة سمى السيدة الإنجليزية السيدة سين. الراوي أيضا لا نعرف ما هو اسمه غير إن هو الشخص الذي يروي الحكاية، والحكاية دي برضو تكررت أو الموضوع ده تكرر في رواية لاعب الشطرنج. من الواضح إن الكاتب يفضل أن تكون الرواية على لسان راوي وبدون الاهتمام بأسماء الشخصيات، لكن هو يهتم إن هو يوصل لك ما يريد أن يصل إليه بشكل قوي وواضح صرف النظر عن أسماء أبطال الرواية. وده اللي لاحظته في الروايتين. الكاتب جيد جدا جدا في وصف المشاعر، سواء كانت مشاعر إدمان لشيء معين أو مشاعر إنسانية من حب وكره وغضب ومرح والعديد من المشاعر الأخرى التي ينقلها الكاتب للقارئ باحترافية شديدة. الكاتب بيعتمد على اسلوب الراوي زي ما احنا قلنا، بان يكون في شخصية ليست هي شخصية البطل، ولكنها هي الشخصية التي تروي الحكاية او القصة كلها على لسانه. وده تكرر معايا في رواية لاعب الشطرنج وفي الرواية بتاعتنا اللي هي 24 ساعة من حياة امرأة. لغاية دلوقتي ما قريتوش باقي الروايات، لما نقرأ ان شاء الله باقي الروايات نبتدي نقول ايه اللي هنلاقي فيها. الراوي في روايتنا دايما بيطلع على حياة بطل الرواية او على جانب من حياته بطريقة ما او بصدفة ما. بالنسبة للكتابات بتاعت ستيفن زفايك خصوصا في الرواية دي كانت سهلة وسلسة في اللغة اللي بيسيطر على مشاعر القارئ ويمرر له كل اختلاج أو كل إحساس وكل مشاعر لأبطال الرواية أو لبطل الرواية على وجه التحديد. بينقل لك كل حاجة بشكل تفصيلي لدرجة أن أنت تشعر كأنك أنت هذا الشخص الذي يتعرض لهذه المشاعر. الرواية مش طويلة، الرواية هي حوالي 105 أو 105 صفحة تقريباً. الكاتب ما بيهتمش ان تكون روايته حجمها كبير بقدر اهتمامه ان يركز ما يريد ان يصل الى القارئ بشكل مكثف ودقيق وبشكل فيه غزو، فهو يغزوك
يدخل جواك كده هو ويوضح لك الفكرة بطريقة يعني طريقة جميلة جدا. وعشان كده انا بنصح ان انتوا تبتدوا تقروا لستيفن زفايج، لانه فعلا كاتب متميز جدا جدا. انا حسيت ده من الروايتين اللي قريتهم لغاية دلوقتي. هو كاتب يعتبر من اهم الكتاب في موضوع وصف المشاعر، يصف المشاعر بشكل يعني لا نظير له. ما شفتش كاتب يصف المشاعر بهذا الشكل. إيه، احنا انتهينا من مراجعة روايتنا. اتمنى تكون المراجعة عجبتكم. إيه، ما تنسوش لو عجبتكم نعمل لايك بسرعة دلوقتي، وإلى مراجعة أخرى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.